بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الدراسات الاجتماعية. درس النهاردة تدريبات التجارة في بلدي. السؤال الأول، اكتب صواب أو خطأ أمام العبارة المناسبة. السؤال الأول، كانت لمصر قديما علاقات تجارية مع حضارة الصين. العبارة صحيحة، ارتبطت مصر بالهند قديما تجاريا بطريق التوابل. العبارة خاطئة، بطريق الحرير. لدى مصر فائض في الميزان التجاري حاليا. العبارة خاطئة، لدى مصر عجز في الميزان التجاري حاليا. قناة السويس تعتبر من أهم المواني التجارية قديما. العبارة خاطئة، قديما خطأ حديثا. أصبحت لمصر علاقات تجارية مع معظم دول العالم مثل إيطاليا وألمانيا. العبارة صحيحة. ما المقصود بالميزان التجاري؟ المقصود بالميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات للدولة. اختر الإجابة الصحيحة. ارتبطت رحلات حتشبسوت التجارية والتي صورتها على معبدها في الأقصر بدولة نقط حاليا: السودان، لبنان، سوريا، الصومال. الإجابة الصحيحة الصومال. المدينة المصرية القديمة والتي كانت مركز التواصل الحضاري مع دول أوروبا هي الأقصر، الإسكندرية، منف، دمياط. الإجابة الصحيحة الإسكندرية. منتج كانت مصر تصدره قديما والآن تقوم باستيراده هو المعادن، الحبوب، الآلات، البلاستيك. الإجابة الصحيحة الحبوب. عندما تكون الصادرات أقل من الواردات فإن الميزان التجاري يكون في حالة عجز، فائض، زيادة، تعادل. الإجابة الصحيحة في حالة عجز. ساعد طريق الحرير على ربط مصر بقارات العالم القديم وحضاراته مثل حضارة فينيقيا، الصين، الرومانية، الإغريقية. الإجابة الصحيحة مثل حضارة الصين. أحد الصادرات المصرية الحديثة والتي تدل على جودة التصنيع المصري: الفوسفات، الملابس، الغاز الطبيعي، الفواكه. الإجابة الصحيحة الملابس. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. طريق تجاري اشتهر بربط مصر بقارات العالم القديم وحضاراته كحضارة الصين القديمة وحضارة العراق القديمة. طريق الحرير. طريق تجاري اشتهر نتيجة ازدهار تجارة التوابل بين إفريقيا وأوروبا. طريق التوابل. قناة مائية تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط وتعد من أهم الممرات المائية في العالم. قناة السويس. الفرق بين قيمة واردات الدولة وصادراتها. الميزان التجاري. صنف المنتجات التالية، أي منها صادرات وأي منها واردات: السيارات واردات، الحديد صادرات، الفوسفات صادرات، الملابس صادرات، الفاكهة صادرات، الآلات الصناعية واردات، الغاز الطبيعي صادرات. أكمل الجدول التالي. الطريق التجاري طريق التوابل. أشهر الدول المرتبطة بمصر تجاريا عن طريقه فرنسا، وأشهر المنتجات الواردة عن طريقه التوابل. السؤال اللي بعده، طريق نقط. أشهر الدول المرتبطة به الصين والعراق ونقط، وأشهر المنتجات الحرير. يبقى طريق الحرير والصين والعراق والهند. قارن بين صادرات مصر قديما وحديثا. صادرات مصر قديما: الأواني الزجاجية،
الحبوب، الذهب، الكتان، ورق البردي. أما صادرات مصر حديثا: الحديد، الفوسفات، الغاز الطبيعي، الفواكه، الخضروات. بم تفسر أهمية قناة السويس: تعد أهم طريق ملاحي في العالم، وتشكل أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر. تسعى الدولة لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصرية لتقليل الاستيراد من الخارج، وبالتالي يقل العجز في الميزان التجاري. ما النتائج المترتبة على صادرات مصر أقل من وارداتها؟ أدى إلى العجز في الميزان التجاري. شراء المواطنين المنتجات المصرية وتقليل الاستيراد أدى إلى تقليل الاستيراد من الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. دلل على صحة العبارة التالية: للدولة جهود لتطوير الموانئ التجارية. قامت الدولة بزيادة عدد الأرصفة في الموانئ المصرية وزيادة عدد السفن. موقع مصر الجغرافي له أهمية تجارية. مصر تتوسط قارات العالم القديم، كما أنها تطل على البحرين المتوسط والأحمر، ويوجد بها أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس، مما زادت من أهمية مصر الاقتصادية. ما مقترحاتك لتحقيق الفائض في الميزان التجاري المصري؟ تقليل الاستيراد من الخارج، شراء المنتجات المصرية، زيادة التصنيع لسد حاجات المواطنين، وتصدير الفائض للخارج حتى يتم تحقيق الفائض في الميزان التجاري. ما مقترحاتك لتطوير التجارة المصرية؟ الاهتمام بالزراعة والصناعة لأنهما أساس التجارة. ما العلاقة بين قناة السويس والعملات الأجنبية؟ قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية لمصر بسبب عبور السفن التجارية الأجنبية من خلالها. ما العلاقة بين الميزان التجاري والصادرات والواردات؟ إذا زادت الصادرات عن الواردات حدث فائض في الميزان التجاري، وإذا زادت الواردات عن الصادرات حدث عجز في الميزان التجاري. كيف أسهم موقع مصر في دعم اقتصادها؟ ساعد موقع مصر على التواصل مع الحضارات القديمة اقتصادياً مثل البعثات التجارية قديماً، كما زاد التواصل اقتصادياً حديثاً مع إنشاء مشروع قناة السويس. ما المقصود بطريق الحرير؟ طريق تجاري اشتهر بربط مصر بقارات العالم القديم وحضاراته القديمة كحضارة الصين والهند والعراق. ما المقصود بطريق التوابل؟ طريق تجاري ينقل التوابل من آسيا عبر الإسكندرية في مصر، ثم إلى مرسيليا بفرنسا، ومنها إلى باقي دول العالم. اكتب مدلول الأرقام على الخريطة. يشير رقم نقط إلى مطار القاهرة. مطار القاهرة على الخريطة رقم 4. يشير رقم نقط إلى مطار شرم الشيخ. شرم الشيخ على الخريطة رقم 3. يشير رقم نقط إلى قناة السويس. قناة السويس على الخريطة رقم 2. يشير رقم نقط إلى ميناء الإسكندرية. ميناء الإسكندرية على الخريطة رقم 1. صوب ما تحته خط. كانت بلاد النوبة تتواصل مع مصر عن طريق البحر المتوسط. بلاد النوبة خطأ، والصواب اليونان. اشتهرت مصر قديما بتصدير الحرير. الحرير خطأ، والصواب الكتان. قناة السويس تعتبر أهم طريق بري في العالم. بري خطأ، والصواب بحري. نظمت الملكة نفرتيتي رحلة تجارية إلى بلاد بونت. نفرتيتي خطأ، والصواب حتشبسوت. ما النتائج المترتبة على زيادة حجم الصادرات على الواردات؟ تحقيق الفائض في الميزان التجاري.
اكتب صواب أو خطأ أمام العبارة المناسبة. كانت مصر قديما تستورد الأواني الزجاجية. العبارة خاطئة. موقع مصر الجغرافي ساعدها على دعم اقتصادها. العبارة صحيحة. كانت تتم تجارة التوابل من خلال طريق التوابل. العبارة صحيحة. ما العلاقة بين قناة السويس والتجارة؟ قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم، يستخدم كطريق تجاري دولي وأحد مصادر العملة الأجنبية لمصر. كيف يمكن تحقيق الفائض في الميزان التجاري المصري؟ تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصرية وتقليل الاستيراد. إن شاء الله الدرس القادم النموذج الأول من نماذج الوزارة الاسترشادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.